الفترة اللي جاية اللي هتكلم فيها عن مهيب عبد الهادي المراسل وحديثه مع أحمد فتحي، هنتكلم على كابتن سيد عبد الحفيظ، هنتكلم على المهندس عدلي القيعي. هنروح لقائمة الداخلية، قائمة الأهلي لمباراة الداخلية 21 لاعب، شريف إكرامي واحد، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي في واحد منهم هيخرج، سعد سمير ومحمد نجيب وأحمد حجازي وهاني ومحمد هاني وحسين السيد وصبر رحيل، أحمد فتحي وحسام غالي وعمرو السولية وحسام عاشور وعبد الله السعيد وميدو جابر وأحمد حمودي وليد سليمان ومؤمن زكريا وعمرو بركات عمرو جمال وكوليبالي اللي الكابتن حسام في تصريح له بيأكد لعيب كويس وهيلعب وجاب جون عالمي في التمرين. هنا السؤال اللي هروح له، عماد متعب يغيب عن مواجهة الأهلي بسبب وجع في العين. عماد متعب خرج من التمرين بسبب كدمة في العين من 3 أيام، لكنه رجع شارك في التمرين، ولما خرج من التمرين كان بيستأذن من الكابتن أحمد أيوب وليس من الكابتن حسام البدر. ما حدث هذا الأسبوع أدى إلى غضب مكتوم بين الاثنين وتباعد بين الأطراف وانتهاء علاقة عماد متعب بالنادي الأهلي بنهاية هذا الموسم. طب هسألك سؤال، أنت بتقول عماد متعب اللي حصل في الأسبوع، رغم كده التصريح الأقوى كان لأحمد فتحي وأحمد فتحي موجود وهيلعب. تمام، لا بس خلي بالك أحمد فتحي كانت أزمته مع سيد عبد الحفيظ ما كانتش مع حسام البدري، لأنه بداية الأزمة تم إصالتها بتصريحات للكابتن حسام، الكابتن حسام البدري قال في تصريح إن هو لولا إنه متعب هو متعب لم نكن نجدد له، فقصد إن هو يعني أنت بنجدد لك عشان تاريخك مش عشان إيه. كان في إهانة. هنشوف هنشوف ليه عماد متعب اتكلم يا جماعة؟ كابتن عماد متعب اتكلم بناء على موقع يلا كورة اللي عمل حديث مسجل ومكتوب مع الكابتن حسام بدري. كان تصريح كابتن حسام بدري ليلا كورة بيقول لولا إنه متعب لما جددنا له، وقال جوه رصيد متعب في النادي الأهلي هو ما دفعنا للتجديد له. يعني رصيد متعب إيه؟ القديم. ولو لاعب آخر بنفس الظروف الحالية شكرا لن نجدد له. إذن هو تصريح استفزازي، تصريح من كابتن حسام بدري بيقول إن عماد متعب ما معناها بنكرمه، صلاحيته انتهت، لا بنكرمه وان هيبقى له وقت معين في ماتشات معينه انه ينزل. قال كده بالظبط، وقت معين في ماتشات معينه انه ينزل. وخلي بالك لحد دلوقتي ما حد سمعنا ان هو تم التجديد، لكن حد الان ما فيش عقود ظهرت رسميا للتجديد لمتعب او حسام غالي. طيب نروح ل انا مع اللي قاله الاستاذ بليغ ده، وانا قلته معاك في الاذاعه كابتن خالد، ان هو عماد وكابتن حسام غالي جددوا شفوي تحريري، مفيش تجديد. يعني هم لا هم مضوا بس العقود مش معاهم. العقود مش معاهم ومش هياخدوها. طب هسألك سؤال، هيفضلوا في الأهلي ولا لا؟ عماد متعب يرحل عن النادي الأهلي بنهاية هذا الموسم. حسام غالي ممكن يجدد؟ حسام غالي هيرحل هو الآخر. عماد مع إن كابتن حسام بدري عايزه. لا مش عاوزه. كلام كده. أحمد فتحي له رغبة في الرحيل؟ هو عاوز يحترف طبعًا. عايز احتراف؟ جاي له عروض كويسة. عشان الفلوس. عشان الفلوس طيب. تصريحات أحمد فتحي يا كابتن. طب حضرتك فتحت الموضوع، يعني مش الهدف منها انه ينتقد كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ من افضل الشخصيات الاداريه في تاريخ مصر الكروي، مش في تاريخ النادي الاهلي بس. اول حاجه احنا بنتعامل بشكل يومي معاهم بقالنا سنين. سيد عبد الحفيظ امين جدا في كلامه، ما بيكذبش، يداري لكن ما يكذبش. خد بالك؟ احمد فتحي عمل الازمه دي بسبب خصم ال 50,000 جنيه لمشكلته مع حسام غالي، وان كابتن سيد عبد الحفيظ تمسك بالخصم. هما كانوا بيهزروا وما بيهزروش، في الاخر ادى الى ازمه، تم تطبيق اللائحه ومعاقبه احمد فتحي. احمد فتحي عمل الهصه دي لانه عارف ان اللي بيتمرد في النادي الاهلي بيمشي، والدليل اعتراف المهندس محمود طاهر على الهوا ان رمضان صبحي مشي عشان تمرد. احمد فتحي يمشي ازاي؟ نعمل ازمه. عمل ازمه بالتصريح ده عشان يمشي نهايه الموسم، ورحيله في نهايه الموسم هو بيقول لك عبد الشافي قال لي كان بيكلم الناس معايا ويلي ويلي ويلي. هل من المنطق ان نادي زي اهلي جده يبقى عنده ظاهرين اتنين اجانب شمال هو على ويمين؟ فكره في كلام قوي جدا ان عبد الشافي ممكن يكون اخر موسم ليه في النادي الاهلي وانه هيعود على الزمالك. هيعود للزمالك. فاحمد فتحي لو جاله عرض كويس النادي الاهلي هيقول له شكرا ومع الف سلامه. طيب نروح ل لان خلي بالك من حاجه يا كابتن، لا عماد اتعاقب ولا احمد فتحي اتعاقب على تصريحاته. قيل ان بعد كده هيبقى في عقوبة. مش هنعاقبك على اللي عملته، لكن بعد كده لو عملت كده هنحاسبك. تمام. هنروح لخبر مهم جدا. احمد فتحي، انا طبعا هتكلم على زميلي وصديقي مهيب عبد الهادي الاعلامي الشاطر، لان هو كمان زميلي في الراديو
وعارف انا صديقنا كلنا حصل له ايه وتاثر نفسيا ازاي بسبب اللي قاله المهندس عادل القيعي، وهجيب لكم بالادله دلوقتي اللي حصل. لكن عايز ابتدي واقول ان ما افتعل هذه الازمه هو احمد فتحي. ليه؟ لان تقريبا هو ما افتعلهاش، هو خد قرار. لا اسمعني بس، هو سمع ان كابتن سيد قال ان عروض وهميه، لكن الحقيقه كابتن ان كابتن سيد عبد الحفيظ ما قالش عروض وهميه. وتعالوا معانا كابتن احمد فتحي، خلينا بس نبقى على الارض دلوقتي. احمد فتحي عارف ان كابتن سيد عبد الحفيظ ما قالش؟ لا مش معقول يا كابتن، اسمع بس والله وصلت له معلومه. يا كابتن اسمع كلامي بس، ما قالش، هو عارف مليون المية ان سيد عبد الحفيظ ما قالش عروض وهميه. هو واخد قرار لمعاقبه سيد عبد الحفيظ زي ما حصل مع وائل جمعه، عشان خصم، زي ما حصل مع وائل جمعه، عشان خصم ال 50,000 بتاع خناقته مع حسام غالي. بس بالظبط، وزي ما حصل مع وائل جمعه ان في لعيبه تجرأت وفي الاخر كانت ضحيه مدير الكوره. طب انا بقى انت خصمت مني 50,000، طب انا هوريك. طيب كده يعني نروح اللي اتظلم في الموضوع ده، كابتن سيد عبد الحفيظ مع زميل اعلامي كابتن او استاذ مدحت لا شلبي. كابتن سيد عبد الحفيظ قولا واحدا سئل في عروض رسميه ولا ما فيش عروض رسميه؟ تعال نشوف قال ايه كابتن سيد عبد الحفيظ. ولا اوفر حقيقي جالك؟ لا، في يناير جالي، في يناير اللي فات. لمين؟ في احمد فتحي جاله. جاله ما خليج ولا جاله حاجه من السعوديه. في احمد فتحي جاله. جاله ما خليج ولا جاله حاجه من السعوديه. في احمد فتحي جاله. جاله ما خليج ولا جاله حاجه من السعوديه. إذن قولا واحدا قال بس هو كان بيتكلم على يناير، بقول لك هو يناير من خلال يناير. انا بقول لك اهو، انا يعني كان لعب وكان ظهر بمستوى كويس في البطوله اللي فاتت، يعني الكلام جديد يعني ان هو بيتكلم على الكلام جديد زي ما السعوديه ما بتفتحش الا بعد نهايه موسم. انا يعني ما ينفعش اتنقل غير بعد نهايه موسم. لا ما هو كان بيتكلم على العرض اللي جه في يناير. هو قال هو جه، انا بقول لك يعني جه، انا اقصد انه في عرض جه فعلا يناير، عرض جديد يعني مش قديم. والراجل قال سيدنا ما بيكذبش خالص. طيب هنا السؤال بقى، طيب احمد فتحي غلط، كابتن سيد عبد الحفيظ ما قالش، هنا بيروح دور من يدافع عن النادي الاهلي وهو المهندس عادل القيعي وله قيمه وقامه. اللي حصل ان مهيب زميلي جالي في الراديو نفسيا زعلان جدا ومخنوق لدرجه ان هو كان ما بيحبش يعمل ازمه، لدرجه ان هو كان في معسكر المنتخب، فانا عايز ادخله في التليفون اول مره مهيب يقول لي لا مش عايز اخش، مخنوق متضايق. فبعد كده طلع المهندس عادل القيعي وقال ان مهيب ساله، هو اللي ساله يعني، مهيب هو اللي قال لاحمد فتحي هو انت فعلا جالك عروض وهميه؟ اصل الكابتن سيد بيقول كده. فراح احمد فتحي رد عليه قال له لا انا ما جاليش عروض وهميه، والكابتن سيد يقول كده ليه؟ فابتدى المهندس عادل القيعي يبني عشان مش عايز يهاجم احمد فتحي، فيهاجم الاعلامي يعني عشان اللي هو ملوش نفس جماهيريه احمد فتحي، فيهاجم الاعلامي عين الغلبان. فانا عايز اوريكم هكذا يكون الاعلام. هنا السؤال، هل وانتم صحفيين كبار، طب نشوفها لو لا قبل ما تروح، انا اسالكم سؤال قبل ما اروح، هل وانتم صحفيين كبار هل من حق اي واحد يقول لصحفي تسال ايه او ما تسالش ايه، تقول ايه او ما تقولش ايه، تعمل حديث ما تعملش حديث ولا لا؟ ما هو المشكله الظاهره الجديده دلوقتي، انت لما تيجي بتعمل واحد زي ما كان عندنا احنا، كان اسلام صادق عمل حوار مع عمر جابر ومع وائل جمعه، الاثنين يقول لك لا اصل هو انت تستفزهم ليه، تسالهم اسئله مستفزه؟ طب هم متضايقين تتكلم معاهم ليه؟ لانهم قصر. طب شيء طبيعي ان انت واحد يعني انا دورك على فكره المهني، وخلي بالك انت الحدث متركز على اللاعب. انت بتتكلم ليه النهارده على عماد متعب وبتتكلم ليه على احمد فتحي؟ عشان في حدث عليك، فانت شيء طبيعي تتعامل حدث. والصحفي الشاطر او الاعلام المميز في التلفزيون لازم بيطلع منه بمعلومه. صحيح. واحمد فتحي ما كانش مستني يعني مهيب يوجه له السؤال. هو راجل جاوب بنفسه قرار. حاجه داخل هيقول حتى لو كان صعب كده، اي واحد يقول ده صحفي يساله ليه وما يسالوش ليه. بص يا كابتن اقول لك على حاجه بس يا كابتن، اي اعلامي سواء مذيع او صحفي او مراسل من حقه ان يبحث عن المعلومه ويسال الاسئله اللي هو عاوزها في النهايه، ومن حق الاخر الضيف يجاوب او ما يجاوبش، يجاوب او ما يجاوبش. ومهما كان الصحفي او المذيع ما يقدرش يستنطق حاجه من ضيف عنده مهما ضغط عليه، بالعكس ممكن يجي يقول لك اصل كان متنرفز دلوقتي ده ما تسالوش الكلام. طيب هو مش مسؤول على نفسه. طيب على العموم تعالوا نروح، اولا احمد فتحي مش كثير الكلام يعني، وهو احمد فتحي واخد قرار انه يتكلم وما بيتكلم بيبقى عايز يتكلم. تعالوا نشوف وركزوا مع كلام سؤال مهيب، هل هو سال
احمد فتحي وقال له انت عندك عرض وهمي، وكابتن سيد قال كده، وتعالوا ركزوا على كلام المهندس عادل القيعي اللي عايز يقول ان مهيب هو اللي ساله عشان يبعد اللوم على احمد فتحي. تعالوا نسمع. تألق احمد فتحي ما شاء الله في كاس الامم وفي الفتره الاخيره خلى ناس كتير تتكلم على عقود احتراف، وان احمد فتحي عنده احتراف، وان احمد فتحي يمشي من النادي الاهلي، وان احمد فتحي، ودي حاجه مش وحشه، حاجه كويسه. لا انا جالي قبل الاهلي السعودي قبل ما اسافر، عكس اللي الكابتن سيد قاله خالص مع كابتن مدحت، قال لك عروض وهميه، لكن هو ما كانش كده خالص. العرض كان من الاهلي السعودي، وعب شافي كان حاضر العرض دوت، ورئيس النادي كلمه، والمدرب كلمه، وانا كلمت الكابتن سيد، والعرض راح العرض من وكيل. طبيعي العرض بيكون من وكيل، يعني طبيعي، يعني هم اصلا كانوا عايزين يردوا في خلال 3 ايام قبل ما اسافر، والعرض راح لهم، وقعد مع الدكتور عصام الوكيل دوت اللي جاي من تبع النادي هناك، في الاخر ما وافقوش. كابتن حسام قال لي احنا عايزينك، مش هتسيب حد. كان عرض مبلغ كويس جدا، كان جايب 700,000 دولار للنادي الاهلي. انا عايز بس احلل كل البودي لانجوج والتون بتاع الصوت والسؤال. انا قلت لك ايه؟ هل كان في سياق يستدعي ان الاستاذ مهيب يقول له الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ان ده عرض وهمي؟ تألق احمد فتحي ما شاء الله في كاس الامم وفي الفتره الاخيره خلى ناس كتير تتكلم على عقود احتراف، وان احمد فتحي عنده احتراف، وان احمد فتحي يمشي من النادي الاهلي، وان احمد فتحي، ودي حاجه مش وحشه، حاجه كويسه. لا انا جالي قبل الاهلي السعودي قبل ما اسافر، عكس اللي الكابتن سيد قاله خالص مع كابتن مدحت، قال لك عروض وهميه. هو رد على الكلمه دي، قال لا مش عرض وهمي، وما قالهاش بانفعال، قال ليه بيقول العرض وهمي؟ ده انا كذا كذا، ابتدى يتكلم في تفاصيل. طبعا بخبره الكابتن احمد فتحي كان يجب الا يستدرج لهذا الامر، لكن ايضا السؤال، انت بتقول له عرض، هو كابتن سيد قال عرض وهمي؟ لابد ان يكون كل هذه الامور وهي في ذهن اللاعب وهو بيتكلم، خصوصا لما يبقى بخبره الكابتن احمد فتحي التقديرات دي كلها. وشوف السؤال ده، اشمعنى السؤال ده بالطريقه دي؟ يعني انا كنت ايه بخبره الكابتن فتحي السيناريو؟ يعني يقول له هو قال ان جالي عرض فهمي، عرض وهمي، شوفوا المذيع هيعمل ايه، هيصر على كده ولا لا. وهنا في الحاله دي تبقى مسؤوليه، لان ممكن برضو كابتن مهيب يبقى بحسن نيه، ها التعبير كده، يعني يعتبر ان عرض رسمي هي زي عرض وهمي. تألق احمد فتحي ما شاء الله في كاس الامم وفي الفتره الاخيره خلى ناس كتير تتكلم على عقود احتراف، وان احمد فتحي عنده احتراف، وان احمد فتحي يمشي من النادي الاهلي، وان احمد فتحي، ودي حاجه مش وحشه، حاجه كويسه. لا انا جالي قبل الاهلي السعودي قبل ما اسافر، عكس اللي الكابتن سيد قاله خالص مع كابتن مدحت، قال لك عروض وهميه. هكذا زي ما انتم شفتوا كده يكون توجيه الراي العام، وده خلى، مش عايز اقول مين، نزل رقم مهيب على صفحات الاهلاويه، وابتدى يتلقى الشتائم، شتائم 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 مين شتائم. حد معروف ولا؟ وبالتالي ليه؟ عشان اعلامي في قيمه المهندس عادل القيعي خلى الزميل مهيب عبد الهادي هو الغلطان، وهو اللي سال، ويسال ليه، والبادي لانجويج، وكان المفروض احمد فتحي يقول له هو فعلا سيد حفيظ قال كده، وهو اساسا مهيب ما سالش خالص، واحمد فتحي هو اللي دخل في الموضوع لوحده. عشان كده كان لازم ادافع عن مهيب لانه زميلي في النهايه، وراجل تأذى بسبب شيء لم يحدث. وحتى لو كان مهيب ساله السؤال ده اللي هو ما سالهوش، من حقه كمهنيا واعلاميا يسالوا اي سؤال، ومن حق احمد فتحي ان هو يجاوب الاجابه او لا يجاوب. رايك؟ بص انا بقول لك كلام المهندس عادل القيعي هو تجسيد لمعاناه الاعلام الرياضي مع المسؤولين والقائمين على الرياضه المصريه. لانه دايما احنا بنتكلم في موضوع تلقاه ساب وراح في سكه ثانيه خالص. تيجي انت تتكلم مثلا، تنشر تصريح لمسؤول رئيس نادي بتاع زي كده، ويجي بعد كده يقول لك الاعلام المغرض، الاعلام ده انت اللي قايل يا عم التصريح. لا بعد كده لا، انا ما كنتش اقصد، تم تحريفه من سياقه وتم عرضه في سياق ثاني. يعني المهندس، لا بس ده على الهواء، انا بقول لك هو ما قالش، المهندس عادل القيعي انا جاي
يعني انا اعتقد ان هو ما سمعش يعني هو حد قال له يا باشمهندس انا بدي لك اهو الفيديو يا ساعه الفيديو حضرتك ساعه زق الفيديو زق بص قال له دلوقتي قال له تعال نروح بس نشوف اتقال ايه ونرجع تاني فراح سمعه فما رجع تاني ابتدى المهندس عادل يقول لك تعال البادي لانجوج ونسال ونساله كده لا هو المهندس عادل قاعد حكى له لانه لو شافه ما يعرضوش بالطريقه دي لان هو قال لك يعني في كلام يعني زي الفيديو بتاع أيوة بتاع أيوة بتاع ساعة ورجعوا تاني علقوا عليه يبقى المهندس عادل خسر 1-0 لانه بص في خسر 1-0 ليه لان انا كمشاهد او كجمهور للنادي الاهلي شفت الفيديو قدامي مهيب ما بيسالش السؤال يا اما حصل لبس يما مثلا كان المهندس عادل مثلا ما سمعش حتى لو الفيديو اتعرض ممكن يبقى هو بره ممكن يبقى كان جاي له تليفون ممكن ما بقاش كان مركز ايوه ده غلط لا لا ده بص خلي بالك ده حلل تحليل كامل يعني التحليل لا 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 ده قال لك البادي لانجوج يعني شاف لا بص يا استاذ ابو عادل ده قال لك البادي لانجوج وحركات مهيب راح ساله مهيب قال له انت ساله مهيب ايه حقيقه العرض الوهمي شوف طريقه السؤال ايوه ما ينفعش انك انت تكذب الشاشه وبعد كده كمان رجع هو يعني لو حاجه مكتوبه ماشي لكن ده ما كانش المفروض هو يرد بالطريقه دي بخبرته مش عارف ايه مره ثانيه تعال نروح نسمع سيد ابو حفيظ مره ثانيه نسمع سيد ابو حفيظ اللي هو ما قالش كده اصلا وقال ان احمد فتحي ولا مهيب قال كده في السعوديه ولا مهيب قال كده تعال نشوف ولا اوفر حقيقي جالك لا في يناير جالي في يناير اللي فات لمين في احمد فتحي جاله جاله ما خليج ولا جاله حاجه من السعوديه في احمد فتحي جاله جاله ما خليج ولا جاله حاجه من السعوديه في احمد فتحي جاله جاله ما خليج ولا جاله حاجه من السعوديه إذن أزمة بلا لازمة سيد عبد الحفيظ مظلوم سيد عبد الحفيظ مظلوم مهيب مظلوم أحمد فتحي حب يوصل رسالة وأنا بقول لكم قولا واحدا أحمد فتحي من الشخصيات اللي ما بتحبش يتخصم منها ولا جنيه هو أكتر من مرة بيطالب بأن تشال الغرامة بسبب خناقته مع حسام غالي في ماتش كورة أو في تقسيمة وقال أحمد فتحي أنا كنت بهزر وحسام غالي دخل فيها شمال أحمد تخصم مني أنا ليه وبالتالي كان مستاء جدا من سيد عبد الحفيظ وانتوا عارفين قبل كده ان وائل جمعه مشي بسبب 3 4 لعيبه كانوا صحيح. ضده احمد فتحي اختار كابتن سيد عبد الحفيظ عشان ينتقم منه وكان المهندس عادل القيعي اختار الحلقه الاضعف عشان يحمله مسؤوليه خطا احمد فتحي وهو الزميل مهيب عبد الهادي الفيديو موجود قدام كل الناس المهندس عادل القيعي له كل الاحترام وكل التقدير ودوره ان يدافع عن الظلم الذي يقع على النادي الاهلي او الخطا الفيديو هنا بيقول ان لا احمد فتحي هو المخطئ الاول في هذه المساله مهيب اتظلم يستحق الاعتذار من المهندس عادل القيعي عما رايته الان لان انا ما شفتش حلقه كامله الغريبه بقى اقول لك الغريبه هو طبعا مهيب لما طلع معايا في الراديو فيعني دخل سنه شمال في المهندس عادل القيعي ومستاء من اللي عمله المهندس عادل القيعي فمهيب بعد كده اعتذر للمهندس عادل القيعي مع سيف زاهر في الراديو وراح امبارح في البرنامج دخل واعتذر للمهندس عادل القيعي على ان هو قال كلمه غلط في حقه في الراديو ولم يعتذر المهندس عادل القيعي ليه لاعتذار رغم ان هو بسبب المهندس عادل القيعي عمله اتشتم من طوب الارض وجمهور الاهلي كله بقى عمال يشتم في مهيب لا ما اعتقدش ان جمهور الاهلي يشتم وهو شايف الفيديو ان مهيب اصلا حتى ما قالوش كابتن سيد عبد الحفيظ قال عرض وهمي لو انا نقلت لك المعلومه غلط يا كابتن خالد وقلت لك بليغ قال عليك كذا وبليغ ما قالش يبقى انا هنا غير امين لكن لما اقول لك ايه رايك في اللي قاله بليغ فانت تقول ده بليغ قال وهمي او قال كذا او قال كذا انت اللي عندك انت المعلومه اللي بتقولها فبالتالي ما وصفش مهيب السؤال العرض بانه وهمي لكن مهيب يستحق الاعتذار الان والمشاهدين بتوع المهندس عادل القيعي المحترمين يستحقوا اعتذار من المهندس عادل القيعي لان هو هنا النهارده الفيديو انت بتحاول تقول لي كلام غير اللي انا شايفه وسامعه على العموم اتمنى ان انا الحلقه الجايه المهندس سيد عادل القيعي ما يطلعش انا غلطان وسالت سؤال غلط اتمنى دوت نمره 2 عندما ادافع عن نادي او عن لاعب لابد ان ادافع بما يرضي الله وهناك امور بتتغير مع تغير الدنيا كنت ضد محمود طاهر ولا احبه وكنت في ظهر حسن حمدي والآن أعمل مع محمود طاهر.
كنت ضد عودة حسام البدري نهائيا بعد ما قيل عن هروبه سنة مختلف من نادي الأهلي. طب ما نختلف هنتكلم بعد هروبه من نادي الأهلي ورحيله لليبيا ودلوقتي اتقفل الباب ولن نتكلم في هذا الموضوع. ليك تعليق على كلامي؟ لا ارجع لك تاني. طيب بس خلي بالك انا يعني دايما انا ما بحبش اقيس على انه واحد انت مش في صدام مع اشخاص انت شفت في مواقف الناس مخطئ في موقف خلاص انت تتكلم عنه. ما احنا دلوقتي اهو شايفين حاجه كويسه بنتكلم عنها كويس حاجه وحشه لكن ما ينفعش انك انت ايه مختلف مع الشخص شايف كل حاجه اسود وما يعني ما ينفعش اشوف ادارتي يعني بس انا, أنا مثلا عارف ان تم اقاله او استقاله المهندس عادل القيعي مع تولي محمود طاهر وانا انا شخصيا انا كان معايا رغم هو شاطر ولما ولما تم الاتفاق مع حسن حمدي لما كان موجود وهو مجلسه عشان بند الثمان سنين ولما جه حصل هو المجلس محمود طاهر كان عاوز يحمله المسؤوليه بتاعه حل المجلس انا كنت اقول يا جماعه ما ينفعش ده خطا جهه اداريه ملهوش دعوه كان المهندس عادل القيعي يدخل ويتكلم ويقول لك لا ما ينفعش الكلام ده فكل واحد موقف يعني انا مثلا الاهلي ايه اللي خلى موضوع الكابتن حسن حمدي كبر وانه مفيش تركيز عليه قناه الاهلي يعني على استحياء جابت حاجات قليله لان هو تكريمه كافضل رئيس نادي في الوقت اللي هم يعني فردوا ساعات طويله لان الحديث عن ان هو المهندس محمود طاهر تم دعوته لحضور اجتماع في الاتحاد الافريقي ده طبيعي ومنطقي في زماننا ده لا عندما يكون المسؤول موجود فبصيطه وبكبره وعندما يرحل الثاني وانتوا عارفين ان انت في صراعات ما بينهم يعني على ارض الواقع يعني. لو نادي الاهلي كان اذاع تقرير للكابتن حسن حمدي ده اللي فاز بيها مش الكابتن حسن حمدي ده رئيس النادي الاهلي الم يكن رئيس ألم النادي يكن مهندس عادل القيعي واستاذ ابراهيم النيسي ضد عوده حسام بدري كان ضده طبعا وفي كل البرامج موجود مش هيدخل مش هيدخل النادي الاهلي ده مجلس الاداره لا 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 هم ومجلس الاداره كان مطلع بيان السابق حسن حمدي ومجلس الاداره كان مطلع بيان قال مش هيخش النادي الاهلي حصل عايز بس اقول حاجه واحد ان لما الناس تشتغل في قناه النادي الاهلي او في مجله النادي الاهلي مفترض انها يعني ايه بتعبر عن وجهه نظرها فيما يدور في النادي الاهلي مش حمله لواء الدفاع عن افراد يديروا النادي الاهلي.